سؤالي للشيخ باختصار، أنا من يومي الصغير تربيت، عن موضوعكم الأول في الحلقة، تربيت عند عائلة غير عائلتي أنا، فهل يعني يجوز أني أكشف على المرأة اللي ربتني وهي يعني كبيرة سن، يعني تعدت 50 سنة وأنا اللي أخدمها، يعني إذا عيالها ما هم موجودين أنا اللي أكون أعينها وأروح معها وأجي، فحنا أنت إلى الآن مسألة الكشف، ما المسألة الكشف نسبي، مسألة نسبية. هو إذا لم يكن هناك قرابة فأنت ليس بمحرم لها، فلا يجوز لك أن تسافر معها، لكن داخل البلد أن تذهب معها وهي تكشف وجهها وهي تكلمك أو يديها تظهر، فالحال هذه الأمر واسع يعني، ما دام أنت ربيت عندهم، لكن يعني لا يتجاوز هذا الحد. يعني بوضح لك شيء شيخ، تفضل. انا يعني من يوم عمري 8 سنوات وانا رابي عندها ولا عدها الا مثل يعني امي، هي فيعني اي انا اللي اخدمها وانا اللي اروح معها، مقدرا انا يذهب معها ما في حرج، اذهب معها ما في حرج، لكن واجلس مثلا اوقات يعني الفراغ اجلس معها واسولف معها، ما في اشكاليه؟ ما في اشكاليه ما دامت هي كاشفه عن وجهها ويديها، لكن ما تكون عندك في ثياب رقاق كما تكون عند لا لا ابنائي، ابدا ابدا، عند ابنائها او من يوم عند، عرفت نفسي يا شيخ صالح وهي محتشمه ان شاء الله ما في حرج، بس السفر لست محرما لها.